السلام عليكم كامل. راح ندير فلوغ سيتادير تلاقيت بانونسي اتلات دو بي اس او وصورت كامل واش صرا في لابيسين وكاع دوك تشوفوها تبعوا معنا والعوده العوده العوده. لاس الكاميرا جات لاس هوب سيقدم لكم سباح مدلات وش يقولوا له ديبار ديبار شوفوا طريقة الصحيحة لأداء ديبار أو الانطلاق في السباحة شوفوا انظروا كيف يكون انطلاق السباحة انطلاق ميكانيك هيا هكا لازم 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 تخلع اللي يكون يعوموا معاك تخلعوا وين دلوا هاك هاك صوتي تشوف ايه لازم تحدد المكان اللي راح تدخل فيه وي بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين قدم لكم السباح تاعنا لونيس مدلات سباح لونسيا قديم هذا سباح عنده خبرة كبيرة وشارك في عدة منافسات وطنية وعنده نيف وعنده شغل أوقات مناح مناح هيا وش تقول بسم الله الرحمن الرحيم انا نسودي شوية بوسكا زعما عرفت غادي عامين كما كنتو تشوفو احنا الدولة باش تاع 25 درهم 25 متر 25 متر بابي تبعونا هيا لاكولي وكاع باش تشوفو لاكولي كاع السيد القاوي هيا بسم الله بسم الله اصبر انا نقدمك ها اي بريقله بريقله ها ندير لكم سباحه على الصدر لاباس ولا عند نسمي كذا اصبر اصبر وضح لهم المسافه ها وضح لهم المسافه المسافه هي بين 25 متر 25 متر سباحه على الصدر لما هيا انطلق والله تكنيك كيفك هاي تبعوا مليح ها بلاك وليوكا يا اتلات ضعيف شوية عندي عامل ما عندش اخر منافسة تاعي كانت
الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أما بعد نقدم لكم سباعة مقبل مقلات لونيس اللي قلنا هو عنده خبرة كبيرة وعنده مجال في السباحة بزاف ودار ياسر المنافسات الوطنية وعنده ديطون يعني يشرفه وندهبه السباح محرز مش غير سباح هذا قرأ في السباحة وخدم في السباحة وتربى في السباحة يعني كل شيء السباحة ونزيدوا أن عنده خبرة في سواء في يقرأ على السباحة ولا براسي كله ثم السباحة تاعه كل قال لي يسبح ثم نقول احنا هذا اسمه جزار محل وعنده اخواته زوج ثلاثة هذا قويين بسم الله أنا قدمت بيكم تمام ايش يقدم بيكم يا عسرة هيا بسم الله بلاص اوب أردوغان كما قولوا واحد زوج ثلاثة بلس اوب انطلاق السلام عليكم.